إيمانا بدور الفنان في توعية المجتمع في هذه الجائحة، ارتأى نادي الريم لدار الثقافة محمد الأمين العمودي بتجديد جدارية تحمل معاني كثيرة، من بينها وقاية من وباء كورونا، ومن أجل توعية المجتمع في بهذا الوباء. وهي مبادرة سوف توزع وتعمم عن عدة مناطق من الولاية، وخاصة في وسط المدينة بولاية الواد. شأينا أننا نشارك هذا الحدث، وإن شاء الله نطلب ربي أن يرفع علينا هذا الوباء. شاركت في هذه المبادرة كجدارية، هي جدارية شكر لكل الناس اللي سائل اللي كيما نقولوا راهم طايرين فيها ضد محاربة مرض الكورونا. وبالتالي احنا مجموعة كبيرة من التشكيليين اللي شاركوا في هذه الجدارية. خدينا مبادرة تطوعية مع أعضاء الفنانين، وقمنا بعمل تطوعي حول وباء المستجد لكورونا. مبادرة هذه حملة تحسيسية ضد هذا الوباء الذي اجتاح العالم لأسره. وإن شاء الله الفكرة هذه أنه باش نوصلوا رسالة للمجتمع، من بينها خليك في بيتك